السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده انا دورت عليه كتير وحاولت ان انا الاقي فيه اي طريقة للي انا هعمله النهاردة ان انا اوصل شفاط الاتحاد الاوروبي اللي هو راكب دلوقتي، مش عارف هيبقى معاكم بس عشان الاضاءة اهو. شايفين الشفاط ده؟ شفاط الاتحاد الاوروبي. انا امبارح اول امبارح جبت الشفاط ده وركبته تمام عشان يشتغل شفط تمام، ووصلت عليه ترموستات، ولقيت للاسف ان انا لما شغلت امبارح ان درجه حرارة كانت عاليه، كانت 32 مفترض، بس لما شغلته حسيت ان هو كتم الاوضه عندي وما جابش الحاجه المرجوه. اول حاجه كنت فاتح الشباك اللي هو اللي تحت ده، اللي هو مش عارف واضح معاكم، هيبقى كان مفتوح الاول بسلك، قالوا لي الاخوه ان انا لازم اقفله بمشمع، قفلته بمشمع تمام. انا عندي ده وضع الاوضه بتاعي اهو، ده باب مفتوح تمام، وعندي هنا شباك بحري، شايفينه الشباك البحري اللي ورايا؟ طبعا هحط عليه القماش ده على اساس ان هو بدل خليه تبريد مؤقتا. طب اللي هعمله في الفيديو بتاع النهارده ان انا عايز احول الشفاط ده لمروحه. ليه؟ لان انا حصل معايا امبارح الجو بره الشقه او بره الغرفه بتاع تربيه الارانب الجو حلو وجو درجه حراره قليله، لكن تيجي تدخل جوه العنبر بتاع تربيه الارانب الجو حر، كل مشغله شفاط ودرجة الحرارة مش راضية تنزل. طب اعمل ايه؟ حاولت انا القماش اللي كان موجود ده ان انا اقابله واعمله بمية، ما جابش نتيجة برضه. طب اعمل ايه؟ فبدأت ادور، قلت اشوف في هل ممكن يتحول ده بدل ما يبقى شفاط يبقى مروحة، لان انا كنت شغال سفات مروحة. لقيت في بعض الناس بتتكلم ان هو ينفع يبقى مروحة، بس ايه الطريقة بالتفصيل؟ مش موجودة الطريقة دي. الحاجة اللي انا هعملها النهارده في الفيديو. الحاجة التانية ان انا ازاي اركب كمان عليه مفتاح، والمفتاح ده اركب عليه ترموستات. يبقى انا هوصل دلوقتي هخلي الشفاط الاتحاد الاوروبي ده يبقى شفاط ومروحة تمام، او شفط وطرد، دي حاجة. الحاجة التانية ان هو يشتغل كمان على مفتاح اتجاهين، والحاجة التالتة ان انا يبقى بترموستات بحيث يبقى مظبوط الحرارة عندك في الغرفة توصل درجة حرارة يفصل اوتوماتيك. دلوقتي احنا اللي هنحتاجه، هنحتاج اول حاجه مفتاح ثلاث تكه، اون واون واوف، يبقى كده ده اون تحت وهنا في النص اوف، وتحت وفوق اون، يبقى واحده يبقى اون للشفاط وواحده يبقى اون للمروحه. والترموستات اللي انا كنت مركبها امبارح فكيتها وهبدا اشتغل تاني الخطوات من اول وجديد. مفتاح ده ب 50 جنيه تقريبا، في بعض المناطق ب 40 جنيه، بيبقى ثلاثه مخرج تمام. احنا هنستخدم مخرجين منهم، بس هوريكم الاول كل ده هنشتغله ازاي. طيب اللي كان عندي انا لما كنت بشغل امبارح كنت ده السلك بتاع مين؟ بتاع الشفاط، مش عارف هيبقى واضح ولا لا، بس عشان الاضاءه والنهار فانا مش اللي كنت شغال عليهم، الخط اللي هو الازرق والخط الاسود اللي اشتريته منه قال لي الخط اللي هو اصفر فاخضر ده ملوش لازمه، هو ده بيبقى زي اللي هو الايه؟ لو تعرفوا اللي هو الاجهزه الكهربائيه اللي بتيجي من السعوديه بيبقى فيه فيشه ثلاثي كده تمام، ده بيبقى ركب في التالت بتاعهم. احنا في مصر غالبا ما بنستخدموش ومالوش استخدام عندنا تمام، بس انا النهارده ان شاء الله هستخدمه وهيبقى ليه استخدام معايا. طيب تعال بقى نشوف بقى هنعمل ايه فوق عشان نقدر نشغل الشفاط ونشغل المروحه. هطلع فوق كده، انا ابدا افك العلبه بتاعت الشفاط، وليه التركيز في المعلومات اللي هقولها، لان في معلومات مهمه هقولها جدا. انا جربت كذا مره عشان اوصل للنتيجه اللي انا هقولها لكم دلوقتي. طيب مبدئيا دي الروزيتا بتاعتي تمام. انا شفت احد الفيديوهات الشركه بتصنع بتبيع الشفاطات دي تمام، وكان قايل ان انت لازم تحط السلك البني، سلك الكهرباء قدام البني، وهيبقى عندك الازرق والاسود هم دول، واحد شفاط واحد كهرباء. طب انا بالنسبه لي الوضع ما كانش كده. طب واعرف ازاي افرق؟ هل انا زي بتاع مثلا اللي هو الشكل اللي كان موجود فيها معمول باليوتيوب، ولا افهم الدنيا ازاي؟ بص ركز معايا في اللي هقوله دلوقتي. بصوا هنا في سلكين داخلين في الروزيتا من فوق، وفي سلكين هنا البني والاسود، وفي سلك لوحده. السلك لوحده ده خالص اعرف ايا كان مكانه، كان عند البني، كان عند الاسود، كان ايا كان، طبعا مالناش دعوه بالاخضر ده، الاخضر ده مالناش دعوه بيه خالص، خلينا في الثلاثه دول. السلك اللي لوحده خالص اعرف ان ده الكهرباء، السلك اللي لوحده تاني ده ايه؟ الكهرباء. دول البني والاسود ده هيبقى حاجة والاسود ده حاجة. طبعا انا لان انا اشتغلت على الطرفين الازرق والاسود، فانا ده الازرق من تحت اهو
خلينا بقى نركز بقى في تحت. تحت ده الازرق هو كان الكهرباء، والاسود عندي الشفاط. مين المفصول؟ المروحه اللي هي الاقصاد مين؟ البني. عشان كده بقول لكم ركزوا في اللي هقوله دلوقتي. تمام؟ فانا دلوقتي هفك اللي هو الاخضر فاصفر ده اللي هم ملوش استخدام. افكه كده وراح حطه ده مين؟ البني. يبقى ركزوا معايا، لما تلاقوا في حته في الروزيتا سلكين في اللوزيتا مع بعض، اعرف ان ده اتجاه والسلكين التانيين اتجاه تاني. يعني ده الاب الاسود البني مع الاسود، ده اللي عندي هو المروحه، والاسود في اسود ده هو الشفاط. كده انا لما اوصل بالطريقه دي كده انا نقلت مين؟ هستخدم السلك الاخضر في اصفر ده. بقى دلوقتي عندي دلوقتي بقى ثلاث اطراف. شايفين الاطراف ديت؟ انا كنت امبارح لما كنت شغال كنت مفترض شغال الاسود وازرق بس. الاسود كان هو الشفاط والازرق اللي هو الكهرباء. دلوقتي زودت عليهم الطرف مين؟ الاصفر فاخضر ده هيبقى معايا مروحه. دلوقتي مفترض انا اركب الحاجات دي على مين؟ على المفتاح. ده المفتاح بتاعي اهو. تمام اللي احنا اتكلمنا عليه. تمام؟ ده تلات، احنا قلنا تلات ايه؟ تكات. تمام؟ هركب الاخضر فاصفر اللي هو المروحة او في طرف زي كده. وركب الاسود، لان احنا قلنا زي ما احنا قلنا فوق ان انت عندك الاسود هو الشفاط، والاخضر فاصفر ده اللي انا ايه خليته مروحه عندي، الازرق ده هو الكهرباء، فانا مش هركبه دلوقتي. طيب كده انا ركبت اهو الاصفر في اخضر في جنب والاسود في جنب تاني. تمام طيب كده؟ اتمنى تكون الصوره واضحه بس عشان الاضاءه اهو. تمام. طيب دلوقتي هيجي دور مين؟ دور الترموستات والكهرباء. طيب انا الكهرباء بتاعتي انا اهو طرفين الكهرباء. تمام. المفترض طبعا انا مش واصل الكهرباء ديت، لسه مش موصلها. تمام. فانا طرفين الكهرباء دلوقتي هوصل اي كان اللون، مش هتفرق ازرق في ازرق او ازرق في بني، مش هتفرق لان طرفين الكهرباء مش هيفرقوا معايا في حاجه. انا هوصل اهو ده الطرف اللي هو الايه الازرق بتاع الكهرباء اللي بيوصل الكهرباء للشفاط. تمام اهو كده وصلناه ونأمنه كمان بشترتون. كده للشفاط وصل له كهرباء من المباشر. تمام. طيب الترموستات، هذا الترموستات هركب طرف التاني في الكهرباء في اللي اسمه بي، في البي هنا ركب ايه طرف الكهرباء، هذا طرف الكهرباء ركبناه. طيب باقي ان انا اوصل المفتاح بالترموستات. هجيب سلكة كده سواء صغيرة سواء كبيرة مش هتفرق في حاجة. تمام كده هوصلها هنا في رقم اتنين. طبعا يفضل لو في سكه طويله بس انا ايه ده المتاح دلوقتي عندي. كده انا وصلت كده المفتاح، هذا طرف مروحه طرف شفاط طرف الكهرباء، وده الترموستات اهي واصله بالكهرباء. تمام. ودي هيبقى كهرباء مباشر للشفاط. دلوقتي انا مفترض هجرب دلوقتي درجات الحراره واجرب الشفاط واجرب المروحه. تمام. انزل كده. اول حاجه انا قلت ايه اللي تحت ده هو الشفاط. تمام. فانا جايب التكه تحت خالص او على الشفاط. تمام. ونجرب كده نوصل الكهرباء ونقول بسم الله. تمام اهو شوف يا المنديل. طيب يبقى الاسود كده التكه اللي تحت اشتغل ايه مروحه.
طب تعال نعكسها يبقى كده شايفين المدينة شغال ايه؟ مروحة. طب تعال نعكسها. طب حد هيقول لي انت بتشغل الكهرباء والبتاع دوت بالفيشه ما بيشغلهاش من الزرار ليه؟ هقول لك لسبب ان انا لسه ما امنتش حاجه، انا بجرب بس كده اهو. انا عملت التكه اللي فوق دلوقتي، بفترض التكه اللي فوق يشتغل معايا شفاط، التكه اللي تحت اشتغلت معايا مروحه، يبقى التكه اللي فوق خالص اشتغل معايا شفاط. نجرب كده نقول بسم الله. ملاحظين هذا المنديل اهو ده كده شغال ايه؟ شفاط. الاول اشتغل مروحه ودلوقتي بقى اشتغل ايه؟ شفاط.